المركز احتلال النادي الاهلي المركز الخامس عالميا للتصنيف الثانوي للانديه لعام 2023. الاهلاويه اللي بيقولوا الكلام ده؟ لا. قناه الاهلي اللي بتقول الكلام ده؟ لا. النادي الاهلي تفوق على فرق كبيره ومرعبه في اوروبا وعلى مستوى العالم، بايرن ونابولي ومانشستر يونايتد وبورتو البرتغالي وميلان الايطالي وبرشلونه الاسباني. هل في جمال وعظمه افضل من كده؟ في فخر بفريقك وبناديك اكتر من كده؟ مين يقدر يحصل الاهلي؟ سؤال بيطرح نفسه. ولكن انا هرجع اقول يا اللهم حسد، اللهم لا حسد. ربنا يكملها لنا على خير وتفضل الدنيا ماشيه بهذه الانتصارات والبطولات وفرحتنا الكبيره ان شاء الله. يا رب يا رب. لسه بدري طبعا، لسه 3 مباريات، على لو ربنا كرمنا في مباراه العوده امام الترجي التونسي. ولكن هنا الناس هتسالني: يا اسلام، هو انت لسه بتقول مباراه العوده؟ اه انا لسه هقول مباراه العوده. انا راجل لعبت كوره وشفت كتير. كره القدم لا تامنها اطلاقا الا بعد نهايه الصفاره. بعد نهايه صفاره الترجي هتكلم مع حضراتكم عن المباراه النهائيه ان شاء الله لو لينا نصيب وكسبنا. الاقرب طبعا النادي الاهلي، ولكن احنا تعودنا على كده ان احنا ما نتكلمش عن مباراه الا لما تخلص اللي قدامنا. هل ده معناه ان النادي الاهلي صعد للمباراه النهائيه؟ والله ابدا. النادي الاهلي لم يصعد للمباراه النهائيه. النادي الاهلي حظوظه قد تكون بدل ما هي 50-50، النادي الاهلي اصبحت حظوظه 55 ونادي الترجي 45. في شوط اتلعب هناك ولسه في شوط اتلعب هيتلعب هنا ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. فعايزين نركز مع فريقنا فقط، مش عايزين نركز في أمور أخرى.